زي ما حكينا انه احنا حناخذ خصائص بعض اللغات، تمام؟ كان حناخذ خصائص 3 لغات، تمام؟ حنبدأ بالعربية. طبعا انتم بتعرفوا انه اللغة العربية بتنتمي للغات السامية اللي هي تندرج تحتيها العبرية والآرامية، تمام؟ في عندي أكثر من 280 مليون متحدث مركزين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمام؟ هي اللغة الرسمية لأكثر من 22 لغة، تمام؟ وهي واحدة من 6 لغات المعتمدة في اليو إن، وبتشارك نفس الألفابيت أو نفس السكريبت مع لغات عديدة زي الفارسية والكردية والأردو والبشتو، لغة البشتون، تمام؟ وكانت فيما سبق اللغة التركية، كانوا بيستخدموا العربيك سكريبت، بعدين إنه حولوا على اللاتين سكريبت. طبعا احنا في الخط العربي انتو عارفين انه يعني قبل كان بدون تنقيط، تمام؟ بعدين صار التنقيط، يعني كان يعرف انه هذا حاء او خاء، يعني من خلال السياق، زي ما احنا بنعرف المعنى تبع الكلمة من خلال السياق. بعدين صار في عندي مستوى، المستوى اللي بعده انه يصير في عندي حركات في السكريبت عشان انه توضح طريقة النطق، تمام؟ تمام، هذه الشغلات انه مش موجودة في لغات ثانية. موجودة الاكسنت، لكن مش بالكثرة اللي موجودة في اللغة العربية. عادة انه بيتم يعني ازالة الحركات في التكست كلينينج في اللغة العربية. طيب، الأشياء اللي بميز العربي عن اللغات الثانية إنه الأحرف تبعتها إنه كونكتيف، يعني بتكون متصلة مع بعض، وأحيانا شكل الحرف بيعتمد على موقعه في الكلمة، وفي بعض الأحيان إنه ممكن تكون إنه الكلمة إنه مش كل الأحرف فيها متصلة، إنه ممكن تكون في بعض الأحرف ديسكونكتيف، تمام؟ من اليمين لليسار. المورفولوجي، طبعا الكثير من الأبحاث بتحكي عن المورفولوجي أو الصرف تبع اللغة العربية إنه هو معقد، ولكن في الحقيقة هو مش معقد ولكن غني، تمام؟ يعني على سبيل المثال إنه عندي هنا، أنا عندي وللمكتبات، الواو هي الكونجنكتيف، حرف العطف، تمام؟ وأنا في عندي المكتبة لحال، وأنا في عندي الألف والتاء، هي عبارة عن الجمع تبع المكتبات. وكبيوتنا نفس الفكرة، أنا في عندي الواو، تمام؟ والكا للتشبيه، وبيوت، والنا اللي هي عبارة عن pronoun اجت انا عندي في الاخر، فبالتالي هذه كلها كلمة واحدة. لو انا بدي اترجمها، يعني على سبيل المثال هذه الكلمة عبارة عن 4 كلمات بالانجليزي، وهذه عبارة عن 4 كلمات برضو كذلك بالانجليزي، تمام؟ طبعا العربي في بيتبع نظام الاوزان، تعرفين نظام الأوزان في اللغة العربية، إنه بيكون في عندي قالب، والقالب هذا اللي هو فعل واستفعل ومفعول وفاعل، تمام؟ فيعني هذه نظام الأوزان اللي موجود، حنحكي عليه إنه بشكل كثير، يعني بشكل أكثر. في بس خاصية في المورفولوجي
انه احنا عندنا جذر للكلمات، فبالتالي انه في الليتريتشر في خلط بين الاستيمينج وبين الروتينج. الروتينج تحويل الكلمه لجذر، الاستيمينج تحويل الكلمه او زياده الزوائد واللواحق في الكلمه. طبعا السينتاكس احنا عاده verb subject object، يعني عاده بنفع ان احنا يعني نغير الاوردر، ولكن في العاده انه احنا بنحكي كتب الاولاد الاشعار، لكن بالانجليزي عاده بيكون العكس، بيكون انه the boys wrote the poems، فبالتالي انا ببدا بالسبجكت بعدين ببدا بالفعل. طبعا في عندي شغلات كثيره، يعني على سبيل المثال انه الفيرب تو بي، الفيرب تو بي مش موجوده، الفعل الكينونه مش موجوده في اللغه العربيه. يعني هنا الولد ذكي the boy smart، هذه الترجمه يعني كلمه lexical translation هذه، تمام. لكن لو انا بدي اترجمها the boy is smart، فبالتالي هنا بلزمني ال is في الفيرب تو بي في الانجليش. نفس الشيء بالنسبة للولد في المكتبة، فبالتالي هنا بلزمني الـ verb to be، the boy is in the library، تمام. ممكن يصير في عندي اللي هو الـ verb sentences، فبالتالي إنه يعني شغلة مقاربة للـ subject verb object اللي هو الأولاد كتبوا الأشعار، إنه أنا بعكسها، لكن الغالب زي ما حكينا إنه أنا ببدأ بالفعل باللغة العربية. لكن باللغات الإنجليزية أو يعني باللغة الإنجليزية تحديدا، إنه عادة بتم البداية بالفعل، بالفعل وليس بالفعل. طيب بالنسبة للعربي في مذكر ومؤنث، تمام، والحالات الإعرابية تبعت اللي موجودة في اللغة العربية في عندي 3 حالات إعرابية أكيد تعرفوها، اللي هي nominative الرفع، acquisitive النصب، والجينيتيف الجر. والحالة الإعرابية بتحدد يعني طلبت من المسافرون ولا المسافرين؟ المسافرين مجرورة، تمام؟ لو كانت مرفوعة أو منصوبة بدها تصير المسافرون، فبالتالي الحالة الإعرابية لها دور بشكل كتير كبير، يعني إنه وهذه الشغلات اللي أنا بدي أخذها في الترجمة بعين الاعتبار. الأزمنة في عندي 3 أزمنة، الماضي والمضارع والمستقبل، تمام. في بعض اللغات فيها 13 تصريف للفعل الواحد، أزمنة الفعل أنا عندي 13 زمن. بتعرفوا أنه في الإنجليزي يعني العدد أقل بكتير، يعني أنه أنا عندي ماضي، تمام، وعندي الماضي التام، وعندي الماضي المستمر، فالماضي بفقس، والمضارع برضه بفقس. في اللغة الفرنسية في عندي 13 تصريف للفعل الواحد، الفعل الواحد في عندي 13 زمن. طبعا احنا في عندنا خصوصية في المفرد والجمع، انه انا عندي المثنى موجود، تمام. نظام القالب، نظام القالب إذا أنا عرفت الأحرف تبعت الروت ممكن أشكل منها حسب القالب قد ما بدي. إذا أنا عرفت الأوزان بقدر إنه أنا أصرف على هذا الأساس وأغير. أنا عندي يعني في الغالب أنا عندي الجذر الثلاثي هو الشائع أكثر شيء، تمام، فبغير مكان الأحرف هذول الثلاثة وأحط كلمات بهذا الشكل. يعني أنا عندي على سبيل المثال الجذر كتب، فممكن أنا أضيف لاحقة هنا إنه هنا المكتب، تمام. كتبت الكتاب في المكتبة، كل الجملة من جذر واحد ما عدا حرف الجر، فبالتالي إنه جملة كلها من جذر واحد، يعني هذا الكلام مش موجود في لغات يعني عديدة. اللهجات واحدة من مجالات الأبحاث اللي أنتم ممكن تشتغلوا، المشاريع عفوا اللي ممكن أن أنتم تشتغلوا عليها، اللي هو الترجمة بين اللهجات.
وفي كوربس متوفرة يعني للهجات انه انتم ممكن تشتغلوا عليها، فممكن انه انتم تشتغلوا على يعني يفترض انه السيستم يعني الانبوت يكون مثلا ازيك ويطلع الاوتبوت انه كيف الحال مثلا او كيفاش الحال لاباس. تمام. طبعا اللهجات ممكن انه نحكي انه هي موزعة على شكل مجموعات، يعني في انا عندي اللهجة الشامية تمام، وفي عندي اللهجة الخليجية بشكل عام. برضو اللهجة الخليجية ممكن انه هي تقسم شمال وجنوب واهل نجد والساحل وهكذا، وفي عندي اللهجة المصرية تمام برضو فيها شمال وجنوب، واللهجات المغاربية تمام. طبعا الريسورسز اللي موجودة في اللغات العربية، طبعا المونولينجوال في أكثر الكوربوس المشهورة اللي هو الأرابيك جيجا وورد. الجيجا وورد هذه عبارة عن كوربوس مجمعة من الأخبار. بالنسبة للبارالل كوربوس يعني أنا حديكم برضو مصادر مواقع ممكن تجيبوا منها بارالل كوربوس، يعني أكثر أو أشهر المواقع اللي هو اليو إن كوربوس والأرابيك نيوز كوربوس. في عندي التري بانكس. التري بانكس اللي هي أصلا تستخدم في الإعراب، يعني إنه التري بانكس اللي هي عبارة عن شجرة الإعراب annotated كوربوس، فبرضه إنه هي ممكن إنه يتم استغلالها. طبعا يعني الاونلاين ماشين ترانسليشن سيستم اللي موجودين اللي بيدعموا اللغه العربيه، طبعا في عندي محرك يعني محركات بحث او محرك يعني محركات ترجمه كتير زي الجوجل ترانسليت وزي البينج مايكروسوفت ترانسليت، وفي طبعا الاي بي ام. في كتير شركات بتوفر خدمه الترجمه للغه العربيه، وفي من ضمن الشركات العربيه شركه صخر، اكيد سمعتوا على يعني عن هذه الشركة. تمام. طيب الأوراق اللي بتشتغل أو اللي يعني بتهتم بشكل أساسي على الماشين ترانسليشن أو الأرابيك ماشين ترانسليشن هي الـ ACL اللي هو Association Computational Linguistic Conference. هذه أكثر من أحد الأشهر الكونفرنس اللي تنشر في الكمبيوتيشنال لينجويستكس أو اللغويات الحاسوبية، واللي فيها أكثر من 200 ورقة عن الماشين ترانسليشن. طبعا في بعض الأدوات اللي موجودة حاليا زي الأدوات اللي عملها دكتور نزار حبش، هذا well known figure في الأرابيك Natural Language Processing، يعني إنه ممكن تدوروا على الأبحاث تبعته. في كثير من الأدوات اللي موجودة في هذه الأبحاث. طبعا ممكن تتفرجوا برضو على هذا الفيديو من القناة تبعت اللانجويج فوكس تشانل، بحكي فيها عن اللغة العربية ايش التاريخ تبعها وايش الخصائص تبعها تبعتها. تمام.